نبتدي من الاخبار واللي بتتكلم على طبعا المباراتين بتوع النهارده، واحده بتتلعب دلوقتي واحده بتتلعب الساعه 9. بيقولوا الليله ضرب نار، الشمال في مواجهه الجنوب على تذكره النهائي الافريقي. شمال افريقيا طبعا بيتمثل في المنتخبات العربيه اللي بيتمثلوا كمان في تونس والجزائر، هيواجهوا منتخبات الجنوب اللي بيتمثلوا في نيجيريا والسنغال. نتمنى بكل تاكيد ان شاء الله كل التوفيق لتونس وللجزائر ان شاء الله ان هم يوصلوا للنهائي، لكن هم ماتشين جامدين جدا جدا. السنغال فرقه تقيله قوي مع قدام تونس اللي جايه في البطوله من بعيد جدا، ما حدش كان يتوقع ان تونس توصل للمرحله دي، وده بسبب الاداء السيء اللي كان ليهم في الادوار او الدور الاول بالتحديد. يعني ابتدوا البطوله من مباراه غانا يعني في دور ال 16 بصراحه. وفي المقابل المنتخب الجزائري القوي جدا ما شاء الله عليه، يعني منتخب قوي واداء جيد ونتائج جيده، عنده مباراه صعبه جدا كمان مع منتخب النيجيري القوي جدا. مباراتين في الحقيقه هيبقوا جامدين، نتمنى ان شاء الله الفرقتين العربيتين او العربيين هم اللي يتاهلوا للدور النهائي. الاخبار